أمسك يد المسكين المعذب، أخرج سكينه فشق به ظهره. صاح الجميع: ما هذه القسوة؟ ما هذه البشاعة؟ تجاهلهم واستمر في عمله، والدماء تسيل من هذا المعذب. استخرج الصديد ثم نظف الجرح وعقمه، ثم خاطه برفق ليقوم المريض معافى من جديد وسط ترحيب الجميع وتهليلهم. البعد عن الله صديد في القلب يجب أن يستخرج، التعلق بالدنيا صديد في القلب يجب أن يستخرج، والصديد لا يستخرج إلا بالألم. نتشبث بالدنيا فيزلزلها كي تفلت منا، ليقول لنا: تمسكوا بي لا بها، تشبثوا بي أنا لا بها. حين نبيت في المنزل الآمن فيتزلزل بنا، ندرك أنه لا أمان إلا مع الله. حين نلهث خلف الأموال والمناصب تتزلزل بنا الأرض وتتبخر كل أحلامنا، لندرك أنه لا أمان إلا مع الله. وحين نكون مع الله يتحول الموت أمامنا من شبح مخيف يرعبنا بالفناء إلى عرس بهيج، إلى لقاء الأحبة، إلى حفلة تكريم لتوزيع الجوائز على الفائزين. كثيرا ما تؤذينا القسوة الكالحة ونغفل عن الرحمة المختبئة خلفها، لكن فيوض الرحمات المودعة في جوف الألم لا يراها إلا المؤمنون. الإيمان وحده هو الذي يحول رعب الزلازل في الدنيا إلى أمن في الآخرة. قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمتي هذه مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وما زلزلة الدنيا أمام زلزلة الآخرة إلا كاهتزازة غصن رطيب بنسمة هادئة أمام إعصار موحش مدمر. إنه الإيمان وحده هو الذي يشعرك بالأمان حتى لو كنت بين أنياب الموت. صلي بمكانك. إيه خلاص مثل ما عنده. حطك على القليل هاي حطها وسادة تتلبيها شوي. إنه الإيمان وحده هو الذي يشعرك بالطمأنينة حتى لو كنت تحت الركام. إنه الإيمان وحده هو الذي يستفز القلوب العامرة بالله كي تحفر بأناملها الدامية وتواصل الليل والنهار لإنقاذ أقوام لا يعرفونهم دون مقابل. وأين الإلحاد الكسيح من فيوض الرحمة والحب والإيثار والتضحية؟ أين الإلحاد الكسيح وهو لا يرى الإنسان سوى حثالة كيميائية كيميكال سكام خلقتها صدفة عمياء من غبار كوني تائه في فضاء موحش لا متناهي؟ لماذا يرهق الملحد نفسه لإنقاذ حثالة حقيرة لا يعرفها دون مقابل؟ هو يعتبرها حثالة حقيرة، لا حكومة تدفع ولا مؤسسة تكافئ، فلماذا يرهق نفسه؟ وماذا يصنع الإلحاد الهزيل والموت يحاصرك بمخالبه من كل جانب؟ إنه الإيمان وحده هو الذي يجعلك توقن أن احتفال الملائكة وهم يقبضون روح المؤمن الذي نجح في اختبار الدنيا أعظم من احتفال المحبين بنجاة المكروب من بين الحطام. إنه الإيمان وحده هو الذي هدم السدود وسحق الحدود ومزج روح المسلم العربي بأخيه المسلم التركي والأفغاني والأوزبكي والهندي والأفريقي والأوروبي والأمريكي لنكون أمة واحدة لا تسجد إلا لله. أشداء على الكفار رحماء بيننا وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.